شكرا. خليني أسأل حضرتك سؤال الأول، ليه بنسمع كتير فكرة إنه ثورة 30 يونيو هي ثورة فاصلة في حياة المرأة المصرية؟ طبعا، لأن المرأة المصرية في تقديري أنا كانت هي العمود الفقري لهذه الثورة. ليه؟ هقولك ليه. أنتوا شباب، مين اللي رباكوا؟ مين اللي قال لكم مصر دي قبل أي حاجة، قبل حياتكم، قبل عينيكم؟ مش حفنة من التراب العفن زي المعفنين، لا، يعني مين اللي حط، اللي غرس حب الوطن إلى حد التضحية بالنفس وبالروح إلا الأم المصرية؟ والأم المصرية ليه عملت كده؟ لأن هي مؤمنة بأهمية هذا الوطن، وتحملت كتير قوي 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 تشريعات ظالمة وتصرفات وحشية تقريبا، وكل يعني كان في الآخر لازم المرأة تؤد يعني عشان الرجل ما يحصلوش أي إثارة، بس في نفس الوقت يتحرش ويعمل اللي هو عايزه، يبقى عنده 50-60 واحدة. يعني في حاجات تشوهت العقلية المصرية، فالعقلية المصرية رجعت المرأة المصرية مع أولادها ومع إخواتها هي اللي رجعتها تاني. وعايزة أقول على حاجة، إن عمر ما كان فيه وحدة شعبية شاملة وقاطعة وحاسمة إلا بمساندة الجيش المصري. يعني برضو الجيش المصري اللي ربته المرأة المصرية، صحيح. فهي الفكرة إن إحنا يعني كله تلاحم، صب في وحدة البلد وفي تقدمها وفي رفض انهيارها. يعني إحنا ما ننساش إن إحنا قبل ما تقوم ثورة يونيو على طول، ليه قامت الثورة؟ لأنه كنا على حافة الانهيار، وكان هو ده المخطط. بس المخطط، كل مخطط على مر التاريخ كان ضد مصر يرحمكم الله، الله يخليك، كل مخطط فشل بفضل الوحدة المصرية اللي ملهاش حل. وعلى فكرة أنا لما كنت برا كان في دراسات كتير قوي بتقول إيه الشعب ده، يعني إزاي كده في لحظة. وهي دي بقى، هي دي خصوصية الشعب المصري اللي محدش عارفها، إن في لحظة كأننا كلنا قلنا لبعض إحنا لما طلعنا كده. يعني أنا فاكرة أنا طلعت أنا وابني وحفيدي مثلا وما اتفقناش، يعني ما قصدي مش كنا بنقنع بعض. ده أنا حفيدي جه كان عنده لسه 17-18 سنة، قال لي لو ما طلعتونيش أنت وأبويا أنا هاخد تاكسي وأروح التحرير. يعني في كان وحدة عميقة بتقول للكل، الصغير والكبير واللي قدي واللي قدك واللي كده، يلا تعالوا مصر عايزاكم. صحيح. ومصر عايزانا واحنا وحدة واحدة. فمين اللي بيقف دايما مع الشعب؟ الجيش. طيب هرجع لوصف حضرتك بانه المرأة المصرية هي العمود الفقري لعماد هذا المجتمع. بالزبط. والمكتسبات اللي بدأت تحصل بعد ثورة 30 يونيو، كان في يعني خلينا نقول انه الملفات المطلوب فتحها لنصرة المرأة المصرية كانت كتيرة قوي يا أستاذة فريدة، جدا قوي. يعني حضرتك اديتي مثل او مثلين، فكرة انه المرأة اللي كان بيتم التعدي عليها لفظيا وجسديا وفي العمل، وملهاش حق ان هي تروح تشتكي، ولو راحت تشتكي غالبا بتبقى هي الملابة في النهاية، وامثلة تانية كتيرة جدا. أي. بتشوفي ازاي ادارة القيادة السياسية ما بعد ثورة 30 يونيو لهذه الملفات؟ يعني الأولويات جت إزاي؟ هل في الأحوال الشخصية؟ هل في فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة؟ التمكين السياسي للمرأة؟ شفتيها إزاي يا أستاذ؟ يعني أنا بشوف أنه كله سوا، يعني التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي جه سوا بعد الثورة. لأن الثورة يعني إحنا عندنا قائد العظمة بتاعته أنه هو فهم كل فئة في الشعب المصري، فاهم يعني احتياجات الطفل المعاق، فاهم احتياجات البنت اللي هي بيجوزوها وهي عندها 3 سنين يعني ولا حاجه كده. والله ده كان في جنون ضد المراه. وضد المراه ليه؟ احنا عندنا قائد كان عارف بيقول عظيمات مصر، لانه عارف ان المراه هي الانسان، وهي اللي ربت، وهي اللي تعبت، وهي اللي جابت له الجيل ده، اللي هو مش جابت له يعني قصدي وريته الجيل اللي هو مآمن بيه. ومن هذا انطلق، يعني انطلق من يعني عمومية هذه الثورة. فالعمومية دي بقى ما بقتش يعني مش ممكن تيجي
تخلي المكاسب للرجل او للشاب او لا لكل كل مصر بكل مكوناتها. فالمرأة المصرية يعني الرئيس عارف مكانتها وعارف إمكانياتها وعارف كفاءتها إيه، لأن أنت مش الكفاءة ما بتبقاش حسب الجنس، الكفاءة بتبقى حسب الدماغ. صحيح. فالنهاردة الخبرات والسعي في العمل والسعي في العلم. يا منة ما جيش أنا سنة 60 في الستينات يبقى عندي حكمة أبو زيد وعندي عيشة راتب وعندي يعني كتير ستات وأمينة السعيد، يعني ناس كتير كان أسامي ستات يعني رائعات يعني طبعاً. وبعدين أجي في الآخر أنا عيشة راتب كانت مدرستي في كلية الحقوق. فيعني إزاي يعني أنا أجي أسويها بواحد لمجرد أنه ذكر؟ أنا مش ضد يعني أن هو لا هو أحسن منها عشان هي ست، ده كلام. فالنهاردة الرئيس الرهان بتاعه كان صائب 100%، لأن احنا شايفين دلوقتي الوزيرات. أنا لما بشوف أنا شخصيا لما بشوف حد في حجم فايزة أبو النجا أو حكمة هالة السعيد، يعني شوفي أنت النهاردة يعني بتلاقي ناس يعني بيقابلوا ازاي في العالم كله.